يا صباح الرضا يا قمر يا اليوم بكر نازل الوادي الاخضر مليح الخدود وكل ما صابني من نكبول مقدر كم شكا القلب من نظرات عيون صيود مشيتك في قفر الله باطل ومنكر ما معك يا ضبط مشي طريق الحيود قال ديرتي وبحالتي ربي اخبر ما معي غير يا صاحبي فالوجود ما معك من كلامك غير تشتي بمجبر كان واجب توقف كل شي لحدود فقلت له يا حبيبي ليش مني تكبر عادة الناس تسأل من خسر وفود قلت له يا حبيبي ليش مني تكبر عادة الناس تسأل من خسر وفود قال طبعا ولكن شوف حالي تغير قلت يحميك ربي من عيون الحسود.